السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين. معاكم المهندس حسين الفيسي، جولة جديدة من جولاتنا في العاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة 15 نوفمبر 2021، الساعة دلوقتي 1:30 ظهرا، درجة الحرارة 25 درجة مئوية. حاليا أنا موجود في الحي الدبلوماسي أو حي السفارات اللي على ايدينا اليمين ده، الحي الساكن R7. طبعا الحي الدبلوماسي هو شرق الحي الساكن R7 وجنوب منطقة المستثمرين. الحي السفارات عبارة عن 1600 فدان. الهدف من حي السفارات ده ان هو يجمع السفارات كلها في مكان واحد، بدل ما كل سفارة موجودة في مكان او حي زي ما موجود في القاهرة كده بالظبط، لا هتكون كلها في مكان واحد زي منطقة الوزارات في العاصمة الإدارية الجديدة، زي منطقة البنوك، زي منطقة الداون تاون، يعني كل حاجة شبيهة ببعضها تكون في مكان واحد في العاصمة الإدارية الجديدة. زي ما قلت لكم احنا دلوقتي على ايدينا اليمين الحي الساكن R7، وعلى ايدينا اليسار زي ما حضراتكم شايفين المرحلة الأولى في منطقة السفارات أو المنطقة الدبلوماسية. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان في اكتر من 100 بعثة دبلوماسية قدمت طلبات لشراء السفارات دي، بحيث ان كل بعثة يكون ليها سفارة خاصة بيها، بحيث السفارات كلها اللي في القاهرة هتتنقل تبقى موجودة هنا، بحيث ما يبقاش في زحمة، ما يبقاش في ضغط على القاهرة زي ما موجود حاليا. يعني الاحياء زي جاردن سيتي والزمالك، المناطق اللي فيه مشهورة بالسفارات دي، طبعا الضغط هيقل فيها والكثافة المرورية هتقل فيها ان شاء الله تعالى. احنا خدنا جولة هنا في شهر 7 الماضي، كانت السفارات دي او المكان ده كله لسه تحت الانشاء. دلوقتي الحمد لله زي ما حضراتكم شايفين في الصورة، والصورة بألف معنى وبألف كلمة، بدأوا دلوقتي في اعمال التشطيبات الخارجية زي ما حضراتكم شايفين. يعني احنا وصلنا لمرحلة متقدمة جدا. في شهر رمضان الماضي برضه انا جيت هنا، كان المنطقة لسه كلها صحراء خالص، كانت لسه بيحفروا فيها. النهاردة رمضان، يعني رمضان الجاي فاضل عليه 6 شهور أو 5 شهور، يعني بقالنا 7 شهور تقريبا المكان ده كله كان صحراء خالص، ما كانش فيه أي حاجة، ما كانش فيه أي مكان. دلوقتي بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين في الصورة كده، بدأنا إن احنا نشطب الواجهات الخارجية للسفارات. طبعا في أكتر من 100 بعثة دبلوماسية قدمت طلبات لشراء أماكن ليها هنا وتحجز أماكن ليها هنا في المكان اللي احنا موجودين فيه ده. الحكومة محددة سعر 400 دولار للمتر في المكان ده كده للبعثات الدبلوماسية. المساحات بتبدأ من فدان ل24 فدان، طبعا مساحة الفدان 4200 متر عشان الناس تبقى متابعة معانا. حاليا تم بيع أكتر من 500 فدان للبعثات الدبلوماسية من مساحة 1600 فدان، يعني الحقيقة كله 1600 فدان، تم بيع لحد دلوقتي 500 فدان للبعثات الدبلوماسيه المختلفه. انا النهارده موجود اهوت، شفت اكتر من اتوبيس فيه بعثات دبلوماسيه موجوده جايه تزور المكان، بصراحه حاجه جميله جدا. طبعا اللي بيبني السفارات دي كلها شركات خاصه واللي تحت اشراف الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. المكان ان شاء الله احتمال يكون جاهز على نهاية 2022 بإذن الله تعالى. طبعا على اليسار مننا من نهاية الحي الدبلوماسي هيكون منطقة الار 8، يعني على يمينه منطقة الار 7 وعلى يساره منطقة الار 8، او شرق الشرق هيكون شرق بتاعه الحرق حي السكن الار 8. طبعا المكان مش هيكون سفارات بس، لا هيكون فيه سكن للبعثات الدبلوماسية، هيكون فيه نوادي، هيكون في مدارس انترناشونال. على فكره قدام على الطريق على المحور الرئيسي في مدارس انترناشونال حاليا بيتم انشائها، حاليا موجوده بداوا الانشاء فيها، وانا كنت صورتها في الفيديو اللي فات. الفيديو اللي انا كنت مصوره الناس ممكن ترجع وتشوف وتعمل مقارنه بين وضع العمل دلوقتي والوضع من 3 شهور، بس هتلاقي ان في اختلاف كبير جدا تم في المكان، ودي حاجه كويسه جدا وحاجه معهوده في العاصمه الاداريه الجديده. كل ما بننزل مكان يوم بعد يوم بنلاقي فيه تغيرات تمت فيه باستمرار. الدنيا او عجله العمل هنا متسارعه جدا، ووتيره العمل متسارعه جدا، كل واحد في مكانه شغال فيه ومتخصص فيه، كل يوم بيأدي اللي عليه، وبتلاقي بتبص للاخر بتلاقي النتيجه كويسه جدا والمحصله عمل جماعي كويس جدا موجود في المكان. في جميع الاحياء سواء السكنيه او الحكوميه او منطقه البنوك،
او الجامعات الموجوده في العاصمه الاداريه. بسم الله ما شاء الله كميه جامعات كلها النهارده معدي على اكتر من جامعه، كلها فيها طلبه وكلها شغاله. فالمكان ان شاء الله باذن الله تعالى العاصمه الاداريه مستقبل واعد، مستقبل جميل، فكره كويسه جدا بتنفذ على ارض مصر بايادي مصريه وشركات مصريه وبخبرات مصريه، وان شاء الله الخبرات بتزيد سواء للمهندسين للفنيين، بحيث ان احنا الفتره اللي جايه ممكن ان احنا ننتشر في الدول العربيه زي ليبيا زي العراق، نصدر لهم فكره العاصمه الاداريه، بحيث يبقى في العراق عاصمه اداريه، يكون في ليبيا عاصمه اداريه، المناطق في اليمن ان شاء الله ربنا يسعد الناس في اليمن باذن الله ويوقف الحرب هناك، هيكون برضو ممكن الناس تشتغل هناك. ففكره العاصمه الاداريه هي فكره جميله جدا، تجميع لكل حاجه شبه بعضها في مكان واحد، زي السفارات زي ما قلنا، زي الوزارات هتكون في مكان واحد، البنوك هتكون في مكان واحد، المدينه الاولمبيه فيها الاستادات والاماكن الرياضيه هتكون برضو في مكان واحد، الجامعات منتشره في كل مكان في العاصمه طبعا، لان عشان تخدم الناس في كل الاحياء السكنيه لازم يكون فيها جامعه. يعني عندنا الحي السكني R2 في جامعتين او جامعه، الحي السكني R3 في 3 جامعات، الجامعه الاوروبيه والجامعه الكنديه والجامعه المعلوماتيه، 3 جامعات موجوده في الحي السكني R3. الحي السكني R5 في جامعه حاليا برضه شغاله، الحي السكني R7 في 3 جامعات لحد دلوقتي، في الجامعه البريطانيه وفي الجامعه الروسيه والجامعه السويديه. الجامعه البريطانيه شغاله، الجامعه السويديه والروسيه لسه لم يتم البدء في العمل فيهم. ان شاء الله برضو هناخد جوله كده في الحي السكني R7 ان شاء الله، بحيث ان احنا برضو نوثق الشغل اللي اتعمل، والناس اللي متابعانا ومحتاجه ان هي تشوف فلوسها راحت فين ان شاء الله هنطمنها باذن الله تعالى، ونصور لهم الكومباوندات اللي هم اشتروا فيها، بحيث الفتره اللي جايه يعني ممكن خلال الاسبوع القادم ده كله باذن الله هنصور في الحي السكن R7، بحيث ان احنا نطمن الناس اللي بتسالنا على فلوسها وعلى استثماراتها. باذن الله الناس ما تقلقش، العاصمه زي ما حضراتكم شايفين الشغل فيها على قدم وساق، فتره كورونا العالم كله كان وقف فيها، احنا الحمد لله هنا الناس ما وقفتش، الناس استمرت في عملها. الدنيا العاصمة الإدارية اهتمام الدولة بالكامل، الدولة كلها مصممة ومصرة على نجاح المرحلة الأولى في العاصمة الإدارية الجديدة. لسه عندنا مرحلة تانية هنكمل فيها، لسه عندنا مرحلة ثالثة بإذن الله تعالى هنكمل فيها، ربنا يدينا ويديكم طولة العمر بإذن الله، ونوثق ونشوف ونتابع مع بعض كل جديد في العاصمة الإدارية الجديدة. لو حد عنده أي سؤال أو أي استفسار هسيب رقم تليفوني في صندوق الوصف، محدش يتردد ان هو يتصل بيا، انا على فكره برد على اي حد طالما ان انا متاح، او ان انا وقتي بيسمح لي ان انا برد على الناس، برد على الناس والله ما ببخلش بمعلومه او بكلمه لاي حد، سواء هعرفه او ما اعرفوش انا برد على اي حد يعني الحمد لله تعالى. هسيب رقم تليفون في صندوق الوصف، لو حد عنده اي استفسار او عايز مكان معين يصوره ان شاء الله باذن الله هصوره لكم على قد استطاعتي وعلى قد ظروف شغلي ووقتي باذن الله تعالى. زي ما قلت لكم ده كده الحي الدبلوماسي، لان كان فيه اكتر من حد طلبه مني، فانا الحمد لله صورته النهارده. ما الناس ما تنساش تعمل لها لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.